في بيتهم. خليكم معانا عشان تشوفوا التقرير. اهلا بكم في حلقه جديده من عزومه بيتي. كل سنه وانتم طيبين. احنا في رمضان والنهارده احنا معزومين في بيت مصري وخصوصا في قريه مصريه في قريه المنصوريه على الفطار. ام خالد عزمانة اهلا بحضرتك. واحنا سعداء وهنتعبك معانا يعني معلش. لا ابدا بس يعني شايف حضرتك عامله لنا مفاجآت، عامله لنا حاجات لحمه ضاني وباميه وبط وكده. بس انا عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل. لقيتك جايبه دقيق بتقولي لي هعمل لك كسكسي عشان انت موجود معانا النهارده. طيب هنبدا نعمل الكسكسي يعني الطريقه البيت بتاع زمان فاكرينها، واحنا طبعا في حاجات حديثه، اللي عنده الحاجه الحديثه يشتغل بيها، لكن احنا هنشتغل البيتي بتاع زمان اليدوي. اتفضلي يا ام خالد ورينا. معانا دقيق. ايوه. وميه فيها ملح. ميه بملح. اه. قد ايه بقى على الميه؟ لا نص معلقه صغير. يعني حاجه كده بس تدي تست. اه. اه. بنبس بقى الدقيق. طب ما عمل. تعالى نحط. احنا ما بنحطش، ما بنعملهاش عجينه بقى، يعني بنحط شويه بشويه كده عشان خاطر. شويه بشويه عشان تبقى مطويله كده. طيب. احنا شكلنا كده هتبقى الحاجه يعني حضرتك موجود معنا. الله يخليكي. لا اكله رائعه يعني ان شاء الله. الله يكرمك. طيب انا ممكن اسال بقى، يعني هنحط ميه تاني؟ هنحط شويه صغيره. انا شايف انه كتل يعني لسه ما احنا بقى هنفرقه. ايوه. ازاي بقى؟ هو ده اللي انا عايز اسال عليه. جميل. وكل ما بنفرك اكتر بيعمل الجزيئات او الحبيبات دي اكتر. بقى بنقلب فيه لحد ما يبقاش فيه دقيق خالص، يتماسك كله مع بعضه يبقى كتل، كله تبقى كله مفرغ كده ما تبقاش فيه. كل ما يبقى فيه دقيق نحط له ميه وخلاص قرب. طب ما هقولك على حاجه، تعالي هنا هاتي الطبق نحط هنا وحطين فيه بقى كده عشان لو حاجه نزلت تنزل فين اهو. لو احنا ما عندناش الغربال عارفين الحاجات الجديده بقى المستحدثه دي اللي هي الكبه، هنحط في الكبه ونعمل له تكتين. طب الكليك في الكبه في الضغطتين دول هينزل لي الجزيئات اللي هتنزل دلوقتي اهي. هنا شايفين بتنزل معايا حاجات اهو اهو شايفين دي الجزيئات اللي بتنزل دي. هو ده الكسكسي. ده بالنسبة للبيتي اللي احنا بنعمله بالغربال. كملي بقى حضرتك يا ام خالد. الكسكسي بعد ما نزل ده الاصل بتاع زمان البيتي اللي احنا اتربينا عليه كلنا. ده بناخده بعد كده نحطه في المصفى، الاول في الشاشة وبعد كده في مصفى فيها تحتها حلة بتغلي فيها مية عشان يطلع معانا يستوي الكسكسي. بعد ما هنسويه اول تسوية في المية اللي بتغلي والبخار يسويه لنا، هناخده نحط عليه السمنه او الشوربه ونسويه تاني. نرجع نرده تاني في الحله او في حله الكسكسي تاني. زمان زمان ما كانش فيه الحله دي، كان فيه بنجيب حله كبيره نحاس ونجيب بصفه كبيره ونحطها والغطا نغطي ونجيب عجينه وقماشه ونلفها نقفلها عشان ما تطلعش البخار تكتمه جواه ويستوي معانا الكسكسي. بط بقى اهو، انا شايف ام خالد بتدهنه او دهنته بحاجه. ايه ده اللي انت حطيتيه على وشه؟ دي صلصه وملح وفلفل. جميل. يعني بعد ما سلقناه وبرد شويه من غير بقى اي دهون من حاجه، هو فقط. نفسه صلصه فقط. ما فيش اي ماده دهنيه. لا هو بقى البط سمين فهو بينزل المطي. بينزل ده هندخله الفرن. الطاجن اهو بتاع الباميه، حطينا الباميه وحطينا البصل والثوم بعد ما تشوحوا شويه في السمنه بتاعتها. حطينا الباميه وشوحناها معاهم. جميل. وبعد في الاخر بقى بنحط له الطماطم والكزبره. الكزبره والطماطم اللي هي مش كميه كبيره. اللي هي الطماطم مش لا مش كميه كبيره. طب دي اكله رائعه ان شاء الله نعملها لكم. هندخل ده الفرن وبعد كده هنروح على الاستوديو علشان نشوف هنعمل الاكلات دي ازاي، ممكن احنا نضيف ايه او ما نضيفش ايه في الاكل بتاعنا ده، وهنشوف كمان هنقدمه ازاي واحنا على السفره
يا رب تكونوا مستمتعين معنا. إن شاء الله نشوفكم في حلقة تانية من عزومة بيتي، ولكن إن شاء الله في يوم تاني. السلام عليكم. ورجعنا لحضراتكم بعد التقرير. عايزين نشكر طبعا الأسرة المصرية، أسرة الأستاذ والصديق والزميل أيمن عماد.